مساء الخير، ايه الاخبار؟ هو الصبار اللي انا قلت لك عليه جه ولا لسه؟ يا بكره يا ما بعد عيد الام، هو يوم الاحد. اوكي، وانتوا دلوقتي مهتمين بال بعيد الام؟ عيد الام. طيب اللي هناك اول حاجه اللي هي دي اللي اسمها ايه؟ قرنفل صح؟ قرنفل دي بكام الواحده؟ دي بخمسة جنيه الواحده؟ يوه مستورد مش مصري. وفي منه مصري؟ في البلد المصري بيبقى 2 جنيه 3 جنيه احسن. ماشي، بيبقى احسن والزبون بيفضله لانه رخيص. ما طبعا، ما اي حاجه مصري احسن من مستورد. بس بعدين المستورد غالي على الفاضي. المشكله مش في ان هو مش موجود، هو مش في فاهم محل ورد. لان هو مش وقته، مش الموسم بتاعه. اوكي. التفاح الاخضر بكام؟ التفاح الاخضر ب 20. ب 20؟ ازاي بالسوق؟ ده غالي قوي، ده امبارح كان 15. لا بقول اسبوع. جريب فروت بكام؟ دي منو؟ هاخد كيلو كمان. السلام عليكم حاج، عامله ايه؟ الحمد لله. انت ازيك؟ كويس؟ ايوه معاك. كاليميرا. كاليميرا غوري. تي كانس. شفتي να μιλήσουμε έτσι πρωί-πρωί. Ναι, να αρχίσουμε την ημέρα. Καλημέρα με σωρέα, με προήθεια του Θεού. Καλά. Καλά, πάω δουλειά. الو مساء الخير، معايا احمد كراجيب. جميل، انت مع حضرتك المانجر بتاع المدفعجيه صح؟ جميل جدا. بص انا بشتغل في التلفزيون الهولندي وانا كنت بفكر اعمل تقرير عن الشباب بتاع المدفعجيه. بس فان شاء الله نتقابل بقى، انا هقدم الفكره واول ما يوافق هكلمك على طول. ميرسي جدا، مع السلامه، باي باي. Hey Dad. How's it going? Yeah, I can see you. Okay, good. So are you guys ready? Yeah. I finished the paint and the floor. Yeah. And then there's the couch. Right. Here's my new foster cats. And then I've also finished one bedroom, but still furnishing it. So the bed and duleb, but I didn't put the doors on the duleb yet. I just got this furniture the day before yesterday. I got it from Dubizel. So maybe next time when you visit, you can stay with me, inshallah. Good
تعالى يا محمد. محمد احنا عندنا قهوه تركي جوه. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ عندنا قهوه تركي. هبعت لك الحاجه النهارده. اخر مره سمعت تقول قهوه تركي. قهوه تركي يعني هي قهوه يوناني. يعني انتوا اللي اخترعتوها يعني؟ مش مهم مين اللي اخترعها، هي قهوه يوناني. اساسا القهوه ابتدى من اليونان. تدارك بقى الاسم قهوه تركي. انت لو رحت اليونان قهوه يوناني. Yeah, if you can come in Ramadan, it's great. Of course, you know that it's a great time to be in Egypt during Ramadan. How's your work coming? My work is coming good. My other project that has been in motion for a couple of years, but has just been funded through Cairo University and the University of Arizona. I was just having a meeting tonight with a professor I'll be working with about getting the project started. You'll also be starting your project. Is that going to be part of your PhD? The project that I'm working on with Cairo University will be my PhD project. The other project is just work, consulting work. Okay, good. Great. What do you think about me living in Egypt now? I think it's a good idea. Yeah, but I don't know about living in Egypt. It's not that bad actually. Once you get used to it, it's a lot different than America for sure. مساء الخير، منشيت نصر لو سمحت. ماشي؟ منشيت نصر. اتفضلي. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا ناخد الاوتوستراد. ها؟ الاوتوستراد؟ بص انا مش رايحه منشيت نصر بالظبط، انا رايحه حته جوه المقابر، بس هشرح لك لما نكون هناك. بس هناخد كان احنا رايحين منشيت نصر. طب انت عارفه المكان طيب؟ عشان انا كده مش عارف الصراحه. لا ما جوه مقابر كبيره. صح. لا بس انا عارفه المكان، انا رايحه له، بروح له كتير. بس ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. انت مصريه الاصل ولا مش مصريه؟ انا متهيألك مش مصريه، صح؟ اشمعنى كل الناس بتسالني نفس السؤال؟ لا ده انا ابويا من منصوره. من منصوره؟ يا ولا اخطات بقى. انا بهزر معاك. ساعات بيصدقوني على فكره. لا انا بلجيكيه اصلا. بلجيكيه؟ بس بتكلمي عربي كويس قوي. يعني انا ممكن اتشجع فيه يعني، ده السؤال يعني. لا انا بقالي 5 سنين يعني تقريبا، يعني 5 سنين ونص في مصر. طب انت رحت محافظات مثلا؟ اعتبر رحت اسكندريه. رحت اسكندريه. عجبتك؟ بس اكتر محافظه حبيتها تقريبا المنيا. المنيا؟ رحت لها كتير وعجبتني الناس هناك، ناس لطاف قوي. مفيش محافظات تانيه مثلا روحتيها غير المنيا؟ يعني لفيت كتير. رحت المنصورة، رحت اسكندرية، رحت سيوة، مينيا، الأقصر، أسوان. الأقصر وأسوان رحتيها؟ أنت رحت؟ أنا لا، أنا اتفرجت عليك التلفزيون. والله ما رحتش؟ والله ما رحتش طبعا. لا لازم تروح. احنا هنحتاج أي شغل طوب طفلي أو أراميد في الزمالك؟ لا بس لا ممكن كده ده الحاج محمد هو اللي بيجيب حاجته من نفسه. سفريتك امتى صحيح؟ لسه مش عارف. السنه اللي فاتت طلعت في 5 صح؟ في مايو. بالظبط. عارف بانيوتو في اليونان؟ انت قلت لي عليه قبل كده بس. ده شريكي في اليونان. عمري ما اتكلمت معاه ولا ما انا بحاول اشوف لو هو اونلاين ولا لا. طلب فيديو وول، عايزين يشتغلوا هناك برضو في الفيديو وول. شكرا جدا. ماشي خالص. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا جميل؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا روت؟ عامله ايه؟ ايه الحلاوه؟ انا دورت عليك، انت كنت فين؟ انا كنت قاعد جوه في المعرض التاني. انت عامله ايه؟ الحمد لله. انت ايه الاخبار؟ كله تمام. كل حلو؟ كله تمام. مبروك على الفرن. ايه رايك؟ حلو قوي. ماما بتسلم عليك. وانا كمان. وهانا كمان. سافروا؟ سافروا خلاص.
ومامتي كلمتني في حاجه واحده اتكسرت فانا لازم اجيب جديد. واحده بس؟ واحده بس من كل حاجه. اه انا هعمل كده. جميل. انا هعمل كده. حلو. لا جميل جميل جدا. حلو قوي. بس السقف لسه هتعمله؟ عايزين بزنس. لا البزنس ان شاء الله هترجع. انا كنت عايزه اشوف البتاع اجيب لمامتي كانت بتجيب من الفرنساوي ده الكبير خالص. اه الفازة؟ هي مش فازة لا هي عامله زي كوبايه بس كبيره شويه كانت ابيض. الفرنساوي؟ بص زي ده بس اصغر. ده كبير ده طويل. اه المقاس الاصغر. في منه مقاس كده عامل كده. لا في المعرض الثاني هنلاقي. اه اهو دوت. عايزه اجيب لها. ايوه ده. هما دول. ده اللي اتكسر بقى. اه عايزه اجيب منه جديد. اشتري بقى. ايوه هما وصلوا خلاص. اه انبسطوا جدا جدا جدا. عايزين يرجعوا بقى عشان راح بلجيكا الدنيا مطره على طول. في مطره بلجيكا دلوقتي؟ ده في مطر على طول ما يوقفش. لا صحيح. اه وانا عايز تاني مره ما نبقاش نسيب الحاجه تحت عشان مفكوكه كده بالذات يعني. سيبك في الكرتونه كمان سنه يا محمد. بس خلاص السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. ازيك؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله انت عامل ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ ضمنه. وشك حلو عليا. وضبط الدنيا عندك؟ كله تمام، كله تمام، كله ماشي كويس في شغلي. ببتدي مشروع جديد في الجنوب مصر ان شاء الله. هتتعمل في بروجكت هيتعمل قريب بقى اون جراوند يعني؟ انا مش شغل في الاثنين مشروع اثنين يعني واحد انا يعني بشتغله من سنه سنه ونص والثاني بيبتدي الريسيرش الجديد. هي كلها ريسيرش الجديد؟ اه عشان اعمل الدكتوره من 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 الريسيرش دي ان شاء الله. ان شاء الله تبقى هنا المفروض. المشروع بين جامعه القاهره وجامعه ولايه اريزونا. اوكي هدرس هناك واشتغل هنا. المشروع كله في صحراء هنا ها؟ اه تروح صحراء كتير. الحمد لله صحراء جميله. انا عايز اروح على فكره. انا ابتديت احب الموضوع. بتحب وسط البلد انت يا حسين؟ انا بحب وسط البلد. اه كل حاجه انا عايز يعني موجود. انا مش محتاج سيب وسط البلد غير شغلي. انت ما جيتش بيتي في المعادي صح؟ جنبه كنت عايش في. اه كنت عايش في المعادي. آه. في المكان هدوء خالص العكس وسط البلد. هي وسط البلد فعلا الصبح مش بس في نفس الوقت يعني في المعادي كل حاجه بعيد. انا كنت عايش في الاول في الجاردن سيتي. بعد جاردن سيتي رحت كنت عايش في الـ في الـ في الاجوزه. اجوزه. بعد اجوزه كنت عايش في الميدان كيتكات في العوامه. بعد ميدان كيتكات انت اخذت عوامه؟ اه بس شهر واحد بس. بعد ميدان كيتكات كنت عايش في الدقي عند نادي السيد بس في الدقي مش في المهندسين. وبعدين كنت عايش في القاهره الجديده. وبعدين كنت عايش في المعادي. بين ده كله بقى في الاخر وسط البلد احسن حاجه. ايوه عشان كنت شغال هنا كنت بيجي هنا في الاخر فكره يعني احسن اعمل بيتي هنا. سعيد. اهلا ازي سعادتك باشا. ازيك ازيك اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله تمام. سارجو سوري يا حبيبي اتاخرت عليك. ولا يهمك يا حبيبي. انت مش متخيل الزحمه. لا ما انا قعدت وطلبت لك كل اللي نفسك فيه على ما انت مش متخيل الزحمه. مش متخيل. عديت على اهلي الاول شويه قعدت معاهم شويه وبعدين رحت على النادي. عشان اوصل النادي من الزمالك
للدقي ومن الدقي للنادي اللي هو ستيل في الدقي نفس الاريا يعني. خدت مثلا ساعة ونص. انا النقلة اللي نقلتها من دقي لمصر الجديدة دي مخلياني ما بعرفش اشوف اهلي. طب ما ترجع. ارجع. اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. صعب. بص صعب صعب جدا يعني. خلاص مدام انا كانت حياتي مترستقة في الدقي. دقي مهندسين زمالك كانت حلوة قوي. فاهم؟ كان كله جنب بعض. خلاص انا نقلت حياتي كلها مصر الجديدة. عشان كده بتقول لي ناخد مكتب في الزمالك. لا يمكن. لا يمكن. صعب. حسيت بالمعاناة اللي انا حاسس بيها. حسيت بالمعاناة اللي انا حاسس بيها. عشان انت ملبسني في الحيط وقاعد عامل مش من هنا. انا قاعد عندكم في البيت. حبيبي. تنورني. تنورني. انا هعمل انترودكشن، هعمل شويه كلام، هكلمك ونعمل 1 2 3 دوس. بص احنا فتحنا قاعه تاني كمان. هو نفس الفيلم يعني. هنشوف هناك بالظبط. هو نفس الفيلم. هنبتدي يا جماعه. يا علي بقول لك ايه، بص الناس اللي بتيجي متاخر ممكن يخشوا مش مشكله، بس يخشوا في القاعده. مساء الخير. Good evening everybody. Nice to see lots of new faces as well. Tonight we're having a screening of a very special film, I would say, In Search of Oil and Sand, that was made by the Egyptian royal family. So you will see some amazing footage of times that have been forgotten. بس هو كان ده بتاع عمك ولا جدك؟ انت حكيت لي على جدك. اه كان بتاع جدي من سنه 52. هو جدي دخل الشقه دي وكان عنده شركه مهندس من سنه 52 لغايه الاخر الثمانينات. جدي كان هناك لغايه الاخر الثمانينات. في حد يشتغلوا في العماره دي دلوقتي هما يعرف جدي. بص يعني البورصه كان هناك وهناك البنك المركزي. اه عشان كده في الايام الملك في سنه 52 المكان دي كان رايح خالص خالص. احسن مكان في مصر في الموضوع التجاره. ده المكان هم بيشتغلوا فيه دلوقتي. بس كل حاجه بنمشي بس ياخد وقت. ياخد وقت. اه بس انا اخر مره كنت عندك هنا امتى؟ 3 مانس. ايوه. قشطة. ما كنتش متخيل ان انت هتعمل لو انت شايف اخر مرة 3 مانس. اصلا انا فاكر ان انت قشطة يعني لسه هبتدي وبتاع. انا مستغرب من حاجة الصراحة يا حسين. ايه؟ هو انت ايه اللي معادك؟ يعني انا رجعت مصر ليه؟ بص انا جاي مصر اول مرة في 93 بس كنت صغير. انا جاي عشان ابويا كان عايز يشوف جدي لما هو عايش. وبعدين رجعت مصر تاني في سنة 2009. لما رجعت مصر في 2009 أنا هسيت حاجة من جوه، مش هسيته أبدا في حياتي. يعني مش عارف ازاي هقولك بالضبط، بس أنا هسيت زي أنا لازم هرجع مصر لو أنا عايز فاهم الدنيا. يعني أنا هفهم الدنيا ازاي لو أنا مش فاهم الدنيا البلد أبويا. أنا سيبت شغلي، سيبت كذا حاجة، مشروع تاني أنا كنت بشتغل فيه. ده ريسك أصلاً. كبير. بس أنا حسيت زي مصر مصيري. مصيرك؟ أيوه. كلمنا عن أريزونا بقى. أريزونا غير مصر خالص. ليه؟ عشان الماضي مودرن هناك يعني
مش جديدة اصلا في مثلا الاماره دي من سنه 52 بسنه 52 في اريزونا يعني مفيش حاجه اصلا يعني في زراعة يعني مكان زراعة بس بقول لك ايه صحيح هي الجاليري اللي فاضل منها قد ايه في مصر في القاهره 1200 واحد اسكندريه اكتر صح لا اقل زمان اسكندريه كان الجاليه اليونانيه انا بقول لك في الثلاثينات ها قرب ال 200000 250000 واحد يوناني انا جديد برضه إيه؟ مش اسكندريه بس خد بالك انت عندك اسكندريه سويس بورسعيد بورتوفيق بورفؤاد وكان عندك في المنيا اللي بنى اليونان الجديده اليونان الاتينا المعاصره دلوقتي اليونانيين كلهم اللي كانوا عايشين في مصر way much more cultured من اليونانيين اللي كانوا اوريدي عايشين في اليونان في اتينا في الوقت ده مش عايز تنقل حياتك هناك لا 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 صعب 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 تدرس عندك بورت كبير من عيلتك هناك اه كله انت ابراهيم شريف باري صحابي كلهم هنا شغلي لو ولادي لما يكبروا عايزين يروحوا يعيشوا في اليونان ساعتها بقى ما لا بس ما اعتقدش ان ماريو تكنا يعملوا كده اصحابهم هنا وحياتهم هنا وعيشتهم هنا هو ده اللي انا بقوله I'm still making the program. Yeah, all right. So I have already three films. Yeah. One of them will be Giren, film documentary مصر حلوة جدا عن Garden City. ده هيبقى يوم 31/5 والفيلم حلو. أنا كارت عشان أبعتلك. أنا للأسف مش معايا كارت. زي مديرة ما فيش كارت. أنا ما عندي بس نسيتهم في البيت. نسيتهم طيب. فأنا هبعتلك روت. أنا هبعتلك إيميل. فيها كل معلومات لا مش هنسى اخاي معاها كارت مش هنسى ما تقلقش انا ممكن اخد ايميلك وابعت لك ايميل لو طيب. عندك حاجات بتفكر فيها انت بتشتغل فين في مكتب ولا في مكتب معماري سبيشالايزد ان هيريتج اوكي انت مع يحيى شهد ولا مع مين هو كان يحيى كان بيشتغل معانا انتوا في كنتوا في مصر قديمه هناك احنا ستيل في مصر اه انت لسه هناك عشان زرت المكان اصلا شفت اللي عملوه بره اه حلوه والعماره هنا بتاعت النادي اليوناني شفت عملوها ازاي من بره لا المنظر عالمي عالمي بص القراميد اللي فوق يعني الـ 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 اللون النبيتي لا بص بص الكاليجرافيز اللي على الحيطه طبعا عاملينها ازاي رجعوا ظبطوها تاني ازاي زمان في الاربعينات المكان ده ده هنا كان بيت كان بيت بتاع حد من الجاليه اليونانيه يا راجل اه الاريا دي كلها اللي انت شايفها جوه بالجنينه في جنينه ورا الجنينه اللي ورا في جنينه ورا بس بقول لك ايه بعد اللي انت شايفه بيجرى في البلد دوت ممكن تفكر ترجع اليونان تاني يا ابني وقت المصايب ما مشيتش اجمش دلوقتي في 2011 كانت ناس بتكلمني بتقول لي يعني انت عندك جنسيه يوناني و... وعندك في اليونان ومش عارف ايه و... وشغل و... تروحش اليونان ليه قلت لهم مصر هي ما 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 انا بقيت شاكك في انك يوناني انا اصلا بقيت شاكك في اللقطه دي خلاص لا يا ابني لا 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 انا شايف نفسي يوناني مصري يوناني مصر يوناني مصر بلدي يعني ما فيهاش فصال ما فيهاش كلام سنة هنا. انا يا ابني مولود هنا انت مولود هنا اه 40 سنه انا ثالث جيل لعيلتك ولا ثالث جيل اليونانيين عامه ثالث جيل لعيلتي اه ولادي رابع جيل ماريو تاتيانا ربنا يحفظك فهتروح فين؟ خلاص Oh.
صباح الخير مصر حسين ويلكم السلام عليكم السلام الله وبركاته ايه الاخبار يا عم عبد الحمد لله كله حلو الحمد لله عندي شغل في ايه بص انا عايزه اظبطها شويه عايزة دي افتحها اطلعها فوق لغاية هنا ماشي. شوف البتاع ماشي عدل سنة. شوية ايوه اخبار الشغل ايه نحمده عايزة تشد الجنزير شوية ماشي تنفع عشان دي ما ترجعش لورا ولا تنفع عشان السرعات دي جوه ماشي ميرسي خالص شكرا. شغلنا ايه النهارده؟ هنعمل كيوسك البيرين لو احنا قادر 39 و 38 38 38 اوكي ماشي هتدخل اسمه شعبان؟ هتكلم اسمه شعبان انا نستناك في المكتب اوكي نستناك خمس دقايق ان شاء الله اوكي ماشي السلام عليكم ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله سلام الله يسلمك يعني النهارده هنعمل كيوسك في البيرين وكمان انا هتكلم مع المهندسين وائل وابو طابل في الموضوع اللي انا كلمتك في الاسبوع اللي فات يعني احنا لازم يعني وصل الفتح في الفلنج عشان نركب خرطوم الكيوس جنب السلك الكهرباء بتعرفوا كام؟ عقد انا كنا بنعمل عقد وكنا بناخد عليهم نياشين عندي كذا صوره وانا اكوما لكوبولو كشافه اطفال ولابسين البيريه والحاجات دي اساسا فاكر دي كان بيطلع بيها خريستوتسيرا الرئيس ويمسكها وبيطلع يجري بيها اهو الحاجات دي كلها فاكر ايوه طب دي بدايه اول رئيس كشافه من 1913 انا حضرت من انت اول انت حضرت انا حضرت من اول لا لوفيس 72 من اول هنا من هنا من ساعه ما اتبنت الكشافه من 1910 واحنا ما لمسناهاش الاوضه دي الحاجه الوحيده اللي فاضله لنا بقى اتعملت مركز رياسي دولي بس لسه بقى هنظبطها بعدين لا مش هنيجي جنبها يعني حتى احنا يعني عملنا البلاط على الاقل تبقى دي بقالها بتاع حوالي 103 سنه دلوقتي او 105 سنه زي ما هي طبعا
30 0 6 بوينت 6 14 في محمد صفر صفر الارتفال من 100 و 109 متر احنا هنا 109 متر من الجي بي اس بس الجي بي اس مش اكيوريت قوي مش اكيوريت بص انت شايف ده سيلسيفايد وود تعرف ايه هو ايه خشب بتحجر بتريفايد وود جاي منين جريتيشيوس لا 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 حاجه اسمه الوقت اسمه المايوسين المايوسين بين حوالي 15 و10 مليون سنه في الماضي كل ده كان غابه تمام يعني كل ال 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 هنا في مصر في المنطقه دي كانت سبمرج الصخر الصغير دول ده كمان خشب كل الغمه ده من الخشب بس في اماكن في قطع كبير زي ده سهل شوف ال 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 الشكل الخشب احنا كنا النهارده البير 105 ده بقى وصلنا فيه المقاس ميه كام وش المايه كام 132 زيه زي 26 تقريبا بس 26 قريب 26 الى شويه بس عشان الارتفاع الارض عالي شويه بس المهم يعني جبنا الكياس دي النهارده او الكياس من بير 105 او الكياس من المنطقه دي لو 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 في مياه جوه السلت المياه موجود في السلت فتره طويل يعني ممكن الرمل ينشف بس السلت لا يعني احتفظ بالمية عشان كده كنت بقول لك انا عايز اشوف الليثولوجي لو من 105 عشان لو في 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 سيلت جامد محتفظه بالمية في يعني احنا نعرف يعني في مياه جوه السيلت دي بتدخل البير عشان الكيسينج مش مقفول كويس خلاص تمام يبقى احنا عندنا كده المية هتبقى على 132 متر ممكن ننزل الترومب على 150 ممكن. على 150 ممكن هنشوف هنشوف الموضوع معدل الهبوط وكده ان شاء الله ماشي خلاص قفل الشارع خالص بس انا بحب المعادي بصراحه يعني انا طبعا كنت في وسط البلد قبل كده في ساعه صغلول وانا كنت خايفه جدا اروح المعادي حسيت انه لا مكان بعيد ومفيش حاجه بس انا بصراحه مبسوطه جدا عشان يعني بعد 5 سنين من القاهره انت عايز تشوف شويه خضره كده شويه زرعه والدنيا رايقه هناك فعلا هي طبعا هي يعني بقت زحمه لان الناس سكان المعادي القديم بيقولوا انه زمان كان مكان هادي وكل الناس كانت تركب عجل وكده بس انا بحبها جدا يعني اكتر من زمالك مثلا ما بحبش الزمالك بصراحه بحس ان هي منفصله هي جزيره فعلا وكوبري الوحش ده غريب يعني الشارع الرئيسي اصلا مش مخبي الشارع الرئيسي ايه؟ هو الشارع الرئيسي تحت الكوبري طب وايه المشكلة؟ يعني شكله وحش ضلمة مفيش مترو إيه؟ انت لو عايز تروح اي مكان من هنا وعايز تروح المترو لازم تركب تاكسي عشان تروح المترو اللي في الاوبرا خلاص هي مشكلة الزمالك الكبرى بالنسبة لي كانت ان انت بالعربية تدور على ركنة بقى بالزبط. زي ما انت شايفة كده ما دي مشكلة بقى الركنة لكن على الاقل بوصل للمكان اللي انا عايزه اوكي المعادي بقى لا مش عارف المعادي المعادي في واحد قال نكته قبل كده على فيسبوك مثلا من سنه يقول لك الديزاينر كان خلص الديدلاين بتاعه فهو عمل ميدان وكشك ورد وكوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست هو بجد والله حلوه دي على فكره هو انا قريتها لقيتها يعني اكتر حاجه صح ممكن تنطبق كميه التوهان اللي الواحد بيتوه في المعادي لا بس هو فعلا صح انا قبل كده ما كنتش طايقه مع معادي عشان مش عارفه اروح حتى بس انا فهمتها بعد كده فهمتيها دلوقتي مساء الخير مساء الخير ايه الاخبار كل حلو تمام الحمد لله النهارده في فيلم طبعا احنا يوم الاحد ماشي فيلم عربي ولا طيب اسجل انا ما ينفعش اشتغلش بعد اذنك اتفضل في فيلم عربي طبعا واتوقع ناس كتير انت موجود النهارده صح ماشي. خلاص حلو اشوفك بعدين اشتغل. باي باي. باي باي جميل باي باي ماشي وفي حد جاي يعمل ندوه بعد الفيلم كمان حلو ماشي انت موجود معانا صح خلاص حلو
Εγώ έχω μια φωτογραφία ντυμένος τσολιάς. Ναι. Την έχεις εσύ, ε? Εσύ. Και έχουμε μια φωτογραφία του μπαμπά που είναι ντυμένος τσολιάς. Ναι. Του μπαμπά. Ναι. Αυτήν τη θέλω. Ναι. Έβγαλα προχθές, έκανα τα κουλάπια και έβγαλα το διαβατήριο που ήσουν εδώ. Έχει μια φωτογραφία που ήσουν 8 μηνών στο διαβατήριο πάνω. Έχω έξω να σου αυτά που μέσα. ما بعرف اخذتها من ده حلو جدا كايرو اوبسيرفر ده القديم بقى في واحد جديد دلوقتي بس هو حلو جدا بيتكلم عن القاهره ومدينه ما هي حبيت يعني ممكن طاوله وواحد ينسون وانت عايز ايه شاي مع نعناع بس سكر بره اخبار المقطم ايه كل يوم في حاجز حاجز؟ كمين يعني؟ كمين وإذا التاكسي مش مجدد الرخصة يعني آخر مرة كان التاكسي مش مجدد بدك تنطري ما حرام يعني لا ساعتها بقى تنزل وتتمشى آخر لا ما حرام كمان يعني يعني أنا لازم أحطهم كله هنا وأكلهم قبل ما أنت تاكلهم يعني تشيلهم قبل ما أنت تشيلهم صح. وإحنا ممكن ناكل بعض ولا لا؟ ممكن ناكل بعض ما هيك شوي شوي واحدة واحدة انت ممنوع تجي على مطرح في عندي اثنين او اكثر اذا في اثنين ما فيك تجي خلص هما هو زين محبوس واذا في وحده ممكن احبسها ما بتحبسيها بتاكليها بتاخذيها اياها بترجع على الاول انا اوكي بتصير برا بس في غيرك عندهم هيك عجله هون ولا كثير شكلك غريب بنات ولا رجاله ما شفت ولا مره حدا اصلا قليل بشوف ناس على السكريت يعني. هو دلوقتي الموضوع كتر من 5 سنين او لا انا ابتديت العجل من 4 سنين ما فيش غير بتقول عيش وبتقول لما بيب وبتاع اللبن وطبعا الناس بتقول تفتكري نفسك في اسكندريه ولا ايه كده يعني. بس دلوقتي في كتير كتير يعني في حركه ابتدت بس سيارات وهيك ما كتير هون بص هو بيشوفوني من بعيد ليش سيب شعري اي بس ما اضرب اضرب لانه بيسهو هيك بيشيله لا 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 بيطلع واو على شعري يعني لا 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 بص المشكله بس انه ساعه الموتوسيكلات بييجوا يسوقوا جنبي كده غير كده ما حدش بيضايق بعدين انا بكلمهم يعني شو بتكلميهم يعني مثلا مره كان في واحد جه جنبي يا ما اعرفش بقول هو انت متخلف ولا ايه اتخض انا اسف يا انسة انا اسف انا مش قصدي حاجه عامل ايه؟ تمام الله يطمنا عليك يا رب تمام الحمد لله حسين الحمد لله الحين ان شاء الله من الثلاث نعمل له عمليه ثانيه ان شاء الله ان شاء الله المهم انت عامل ايه؟ الحمد لله جاي من البيت ولا جاي من الشغل؟ انا دلوقتي جاي من البيت اخبار الشقه عندك ايه؟ يعني العمليه طويل شويه تقريبا نص ترين كمان نص 5 ساعات حبيبي ازيك يا كرم عامل ايه يا كرم؟ السلام عليكم ازيك؟ انا هات لي شاي يا كرم وشوف حسين ايش شبيه شبيه قهوه اجيب لك قهوه هات له قهوه زياده يا كرم العمال عاملين معاك ايه؟ مين؟ العمال عاملين معاك ايه؟ الصناعية النقاشين يعني مش كتير الحمد لله
كويس يعني؟ محدش نصب عليك ولا حاجه؟ يعني انا عيني دلوقتي تقريبا الاحسن نقاش في مصر كلها بجد. احسن نقاش في مصر هو صادق وكويس ويعني شغله مظبوط وهو مركز في شغله كل يوم. كويس وكمان يعني صادق. انت ابن حلال حسين، ربنا يوفقك يا رب. لو احتجت اي حاجه كلمني يعني في اي وقت. هتحتاج اي حاجه بس خمس دقايق جنب انا محتاج حاجه واحده. اتفضل. انا بدور على حد تركيب البورسلين. بس موجود يا باشا. وانا ليك تؤمر يا محسن. كامل متر. والله احنا عندنا تقريبا مركبين البورسلين بحوالي 15 تقريبا. 15 المتر 15 جنيه تقريبا. على ما اعتقد يعني كان سواني المتر 15 جنيه ان شاء الله. والشغل معاك عامل ايه؟ شغلي ماشي كويس. تمام يعني؟ تمام. مفيش اي حاجة جديدة كده ظهرت معاك ولا حاجة؟ في حاجة جديدة يعني انا عندي مشروعتين، واحد في الوالي نترون وواحد في الجنوب مصر عند كينا. في قنا. ايوه. مشروع في الوالي نترون يعني في زراعة كبير في الصحراء يعني جديد من 15 سنة. هما يعني حافظ حوالي يعني ممكن نص مليون فدان هناك من الصحراء ومع يعني عملهم زراعة. بس كل المية مية جوفية، هم بيستعملوا كل المية في الزراعة دي من بيار. من البيار نفسها. ايوه. عشان كده عشان لما انا دخلت المشروع هم مش فاهم اي حاجة في الظروف المية دي. يعني شغلي بدرس الظروف المية دي. مخزون المية ده ممكن يقعد قد ايه حسين؟ هو يعني ده بحاول فاهم. انت بتحاول تدرس دلوقتي. دلوقتي انا بحاول اعمل امتحان دلوقتي بالظبط. انت مش عارف كده؟ لا صعب. ايوه. يعني صعب. شوف تحت الارض. ايه اللي جابك هنا حسين؟ ايه اللي جابك مصر يا حسين؟ مصر دي بنبهدل فيها حسين. انا بقى نفسي اهج من البلد دي. انت جيت بقى عرفت اهلك، انا نفسي اهج منها. تعبت يا حسين والله. كل حاجه فيها مش الحمد لله. الحمد لله حسين. الحمد لله حبيبي. بس في يعني بس بص، في اي مكان في الخير والوحش طبعا. ويعني في مصر الوحش كبير الحمد لله. بس في الخير ولازم مركز في الخير. الحمد لله. مركز في الخير هتكون مبسوط يعني. ده الحقيقه. الحمد لله. يعني وانت يعني كمان يعني حياتك كمان الحمد لله حسين. انت عايش عند امك مع كل العائله الحمد لله. الحمد لله. الشقه جديد الحمد لله. وانت الاول واحد انا عارف في مصر يعني مين مش فاهم انجليزي خالص. عارف حسين، انا ساعه ما قابلتك انت فاكر لما كنا قاعد مع بعض في الاول؟ ايوه. يعني نوصل كلام من جوجل بالتليفون. ايوه. بس انت دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقيت بربنت يعني. كانك جاي من شبرا خيمه بالظبط يعني، فاهم؟ كانك قاعد جوه شبرا خيمه. هنقعد في أتينا شهرين وبعدين هروح الجزيرة. بابا بينبسط هناك. بينبسط هناك عشان بيقعد على البحر، البيت على البحر وكده، وبيقعد على البحر بينبسط. حلو. وهو ما بيحسش بفرق جامد قوي ما بين مصر واليونان يعني. تقريبا العادات هي اللي الشرقيين يعني. عشنا نفس الميديترانيان. برافو. تقريبا. الجالية اليونانية هنا دي بلدها. يعني مثلا أنا جدي جه من اسطنبول سنة 14. يعني احنا من اسطنبول؟ لا هو يوناني بس كان في اسطنبول. اوكي. وقعد هنا وبعدين اتجوز خلف ماما. وبعدين جينا احنا وبعدين انت جيت. يعني كم سلالة؟ انت عرفتي بابا ازاي؟ كان في حفلة مع اخوه. حفلة مع اخوه. مع اخوه. وعرفني بيه. وحصل. بس مامته كان يونانية. يونانية. يونانية مامته. هو من الشام. هو راح الجيش المصري وحارب في اليمن. في اليمن يعني. حارب في اليمن. النهارده هكمل الابواب. ده الابواب ان شاء الله.
وبعدين بكره ان شاء الله ياخذ الحيطه يتسمبر وياخذ وش. بعدين بقى ياخذ معجون يتلقط حاجات تتلقط اللي عايز يتلقط وبعدين ياخذ وش وبعدين وش العادي. شغل كويس الحمد لله. $15 جنيه. وانا هنا وهنا انا 25 انا بدي 15. ليه؟ شفت كده؟ انا بغني اسرع. لا انت ليه بتعمل كده؟ انت هتخسر. خلص عم بمزح. خليها ب 20. لا هو هيبيعها ب 20 بس احنا عندنا تذكره زياده. معنا واحده زياده. ورا ولا قدام؟ هي ب 20 كده كده. هي فين؟ في النص. نص. وهتقعد جنب بنات كتير حلوين. احسن مطرح. والله؟ هو اللي قالك عم نعمله ب 20. وده مش هزار على فكره. لا زورة طارق. عندي سؤال بسرعة، احنا عندنا واحدة زيادة ينفع نرجعلها؟ وبعدين نشوف. خلاص حصل. شكرا. انا قاعد جنب فتحي وانت قاعدة جنبي. ده رقم كام المفروض؟ مش مشكلة احنا ممكن نتحرك بعدين. السلام عليكم. بقول لك ايه؟ قول. ماشي بالراحة. بطئ شوية، أنت رجليك كبيرة يا حسين. إيه؟ حاول تبطئ شوية. عشان يعني أنت رجليك كبيرة. الكوتش بتاعك كبير. أنت مش كبير. صغير جنيه مدوس دلوقتي؟ كان كرسينا حوضه من عنده. اكل محمود كرسينا محمود. الحمد لله. انت جيت مره واحده وما جيتش ثاني. ده تاني مره. ما جيت مره بس في مسافه ما بين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نورت الدنيا. منور ليك. ده احمد الشنجي. هات لنا بقى حاجه ساعه وتقعد.